الشوط أمس هناك كانت الضبية أنجزت المهمة في شوط الإبكار المهجنات الأول، واليوم هنا مكلف للسيد سالم بن عبد الله بطير العامري. ننتقل إلى المركز الثاني، الشاهين في المركز الثاني للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري، وفي المركز الثالث مشرف للسيد محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي، وفي المركز الرابع حشيم للسيد محمد بن قنون بن سعيد بالكديدة، وفي المركز الخامس شاهين للسيد مسري بن سالم بالعرط الحميري. صباح الخير يا ابو حمد. ننتقل الى المركز السادس، وفي المركز السادس شاهين للسيد خالد بن فهد بن الصغير اللي في المركز السادس، وفي المركز السابع عرمياس للسيد عبد الله بن حميد بن سيب بن حميدان الفلاسي، وفي المركز الثامن الريان للسيد محسن بن حزام بن راشد بن ديلة المري، وفي المركز التاسع شاهين للسيد حمد بن سعيد بن الحطم العامري، وفي المركز العاشر شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ومكلف لازال مكلف بمهمة وقيادة هذا الشوط، وهو على رأس الحربة ومسيطر منذ البداية. لكن أرى بن يهويل أيضا قادم قدوم قوي من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في تمهيد المرموم وافتتاح الموسم 2015-2016 مع شاهين. يا سلام، ولا يستهان به، ايضا له انجازات عديده على ارضيه الميادين. يا سلام، مكلف لا زال مسيطر، رقم التهديد ورقم الضغط من شاهين. يا سلام، ها هو مكلف على المقدمة للسيد سالم بن عبد الله بطير العامري. شاهين في المركز الثاني للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري. بدأ يتسلل، بدأ يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، مشرف في المركز الثالث للسيد محمد بن خليفة بن الطبيب الشامسي، جايب لنا منطقة كاملة هنا على أرضية ميدان المرموم. ننتقل إلى المركز الرابع شاهين للسيد حمد بن سعيد بالحطم العامري، وفي المركز السادس بومان أيضا قادم مع شاهين. شاهين واصل للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز السادس سراب للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز السابع أهر أشعار الدكتور أيضا من الجانب الثاني. يا سلام، الريان للسيد محسن بن حزام بن راشد بن ديلة المري، وفي المركز التاسع حشيم للسيد محمد بن قنون بن سعيد بالكديدة، وفي المركز العاشر شاهين للسيد خالد بن فهد بن صقر. هذه النتيجة، 1200 تعديناها بقيادة مكلف وقيادة شاهين. يا سلام يا مكلف، مكلف رد الآن، سمع شيء بسيط لشاهين أنه يغير فارغ راس ويرجع الآن ويستعيد حقوقه المنهوبة الذي نهبه إياها شاهين بدون أي أوامر على صوت السماعة الخفيف. يا سلام يا سلام، وعاشق السلالة الشاهينية، هجوم قوي مكثف مع شاهين ومع سراب. يا سلام، اثنين دافع بن على المقدمة على مكلف وعلى شاهين، لكن مكلف صامت صمود الجبال السود، يبى يهدي الفوز والناموس إلى أهالي الهير. وأشوف القدوم أيضا من شاهين للسيد حمد بن سعيد بالحطم العامري، يبى يحطم الجميع على ظهر شاهين ويحطم التوقيت، لكن مكلف يقول أنا موجود ومكلف بهذا الشوط. يا سلام يا سلام، مهمة قوية، لكن هو عند المهمة، ها هو مكلف على مقدمة هذا الشوط، أسم على مسمى. يا سلام يا مكلف، مكلف لازال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط، والعصا لازالت في الأبطان بدون أي
هي أوامر والإخوان يحركون، لكن مكلف بنقول سلام سلام عليكم يا أهل الهير، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. ها هو مكلف يقترب من خط النهاية، وخط النهاية يقترب من مكلف. تهانينا من الأعماق للسيد سالم بن عبد الله بطير العامري على فوز مكلف بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين للسيد حمد بن سعيد بالحطم العامري، المركز الثالث شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الرابع هداد للسيد رايد بن سلطان بن مرخان اجتبي، وفي المركز الخامس شاهين للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري. هذه النتيجة، وها هو الشوط، شوط مكلف من البداية وحتى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع المسافة في 6 دقائق 14 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا من العماق للسيد سالم بن عبد الله بطير العامري، والذي وصل في المركز الثاني وانتزع المركز الثاني. ها هو شاهين 6 دقائق 15 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن سعيد بالحطم العامري، والذي وصل في المركز الثالث. شاهين أيضا وصل في المركز الثالث. ها هو شاهين قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وقدره 6 دقائق 16 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز 10.